الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سي هشام مش موجود، شكون قرر اليوم؟ أسلوب الحكيم. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن حجاج: قال ثقلت إذ أتيت مرارا، قلت ثقلت كاهلي بالأيادي، قال طولت، قلت أوليت طولا، قال أبرمت، قلت حبل ودادي. البحث. قد يخاطبك إنسان أو يسألك سائل عن أمر من الأمور، فتجد من نفسك ميلا إلى الإعراض عن الخوض في موضع الحديث أو الإجابة عن السؤال لأغراض كثيرة، منها أن السائل أعجز من أن يفهم الجواب على الوجه الصحيح، وأنه يجمل به أن ينصرف عنه إلى النظر فيما هو أنفع له وأجدى عليه، ومنها أنك تخالف محدثك في الرأي ولا تريد أن تشبهه برأيك فيه، وفي تلك الحال وأمثالها تصرفه في شيء من اللباقة عن الموضوع الذي هو فيه إلى ضرب من الحديث تراه أجدر وأولى. نعم، وفي تلك الحال وأمثالها. طيب، يسألونك عن الأهلة، فالسؤال هنا عن الأهلة باعتبار ذاتها، وهذا من الأمور ربما التي يعجز العرب آنذاك، يعني وهي أمة أمية، يعني عن فهم تفاصيل ودقائق يعني هذه المسألة. فورد أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم بما هو نافع لهم، لا ينبغي أن يعني يعنوا بها باعتبار ذاتها، ولكن ربما لو نظروا إليها باعتبار أنها فيها مواقيت للناس ومواقيت يعني للحج، فهذا يكون أنفع لهم، فترك يعني الجواب عن سؤالهم وأجيبوا بما هو أنفع لهم. هذه يسميه العلماء أسلوب ماذا؟ الحكيم. قد يخاطبك إنسان أو يسألك سائل عن أمر من الأمور، فتجد في نفسك ميلا إلى الإعراض عن الخوض في موضوع الحديث، منها يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله أحدهم قال: يا رسول الله متى الساعة؟ شو جاوب؟ قالوا: هي كائنة فما أعددت لها. فبدل أن تصرف الهمة يعني والجهد في معرفة وقت أو يعني موعد الساعة متى، فهذا هي كائنة لا محالة، وفي رواية: من قام من مات فقد قامت قيامته. ولكن ينبغي أن تعنى وأن تسعى للاستعداد لمثل هذا اليوم، واضح ولا؟ فهنا كيف هذا يدخل في أسلوب الحكيم، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أنفع يعني له يعني هذا السائل. قال: فتجد في نفسك ميلا إلى الإعراض عن الخوض في موضوع الحديث أو الإجابة عن السؤال لأغراض كثيرة، لا تريد أن تجيبه لسبب أو لآخر، منها أن السائل أعجز أن يفهم الجواب على الوجه الصحيح، وأنه يجمل به أن ينصرف عنه إلى النظر فيما هو أنفع له وأجدى عليه. وهذا مثال يعني الآية. من بعد إيش قال؟ ومنها أنك تخالف محدثك في الرأي ولا تريد أن تشبهه برأيك فيه، وفي تلك الحال وأمثالها. أنا ذكر لنا طبعا يعني حالتين، شنو قال؟ تصرفه في شيء من اللباقة عن الموضوع الذي هو فيه إلى ضرب من الحديث تراه أجدر وأولى، يعني تغير له مسار الحديث، تجيبه لا عما سأله، تجيبه عن أمر آخر، واضح ولا؟ أي كمل إيش قال؟ انظر إلى المثال الأول تجد أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم،
تجد أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا جواب الأمر، نعم جواب الأمر يكون مجزوم عادة، تجد أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون عن الأهلة، سألوه موجود عندي، يسألون سألوه عن الأهلة، نعم، لما تبدو صغيرة ثم تزداد حتى يتكامل نورها ثم تتضاءل حتى لا ترى، وهذه مسألة من مسائل علم الفلك يحتاج في فهمها إلى دراسة دقيقة طويلة، فصرفهم القرآن الكريم عن هذا ببيان أن الأهلة وسائل للتوقيت في المعاملات والعبادات. طيب، فصرفهم القرآن الكريم عن هذا ببيان كذا، ببيان أن الأهل مكذا في اللغة العربية كناية عن الحديث، ويمكن تكون كذلك عن العدد، كيت وذيت كناية عن الحديث، وكم وكذا كناية عن العدد، ببيان كذا. أردت أن أبين أن كلمة بيان مضاف، هذاك علاش لا تنون، ببيان أن الأهلة وسائل للتوقيت في المعاملات والعبادات، وهذا من الأمور التي تنفع السائلين ويسعهم فهمها. نعم، إشارة منه إلى أن الأولى بهم أن يسألوه عن هذا، وإلى أن البحث في العلوم يجب أن يرجع قليلا حتى تتوطد الدول وتستقر صخرة الإسلام. نعم. وصاحب ابن حجاج في المثال الثاني يقول له: قد ثقلت عليك بكثرة زياراتي، فيصرفه عن رأيه في أدب وظرف، وينقل كلمته من معناها إلى معنى آخر، ويقول له: إنك ثقلت كاهلي مما أغدقت علي من نعمي. قال ابن حجاج، يعني يحكي عن الآخر، قال: ثقلت إذ أتيت مرارا. فماذا أجاب ابن حجاج؟ قلت: ثقلت كاهلي بالأيادي. والأيادي طبعا أيوة، هذا ايش تسمى؟ هذا ما شفناه، مجاز. شنو مجاز؟ مرسل، لأن اليد وعلاقته السببية، لأن اليد هي سبب للعطاء. فلان له علي أياد، فاليد المقصود بها ماذا؟ العطاء. نعم، قال: ثقلت إذ أتيت مرارا، قلت: ثقلت كاهلي بالأيادي. أي قال: طولت، قلت: أوليت طولا، يعني وجه كلامه كذلك لما هو أنفع. قال: أبرمت، قلت: حبل ودادي. طولت، قال، يعني المقصود بها أطلت الإقامة، والطول هو التفضل. فلما نقول، لما قال هو طولت يعني عليك، فهو هذا المتكلم نسب إلى نفسه أنه أزعج هذا ابن الحجاج، فهو غير مسار طولت وصار فهمها بمعنى الطول. والطول هو، قلنا ماذا؟ هو التفضل والإحسان. واضح ولا شفت كيفاش غير له الكلام ولا؟ أي قال: أبرمت من معانيها أمللت، ومن معانيها ماذا؟ أحكمت فتل الحبل. لما قال هو أبرمت بمعنى أمللتك، فهو جاب قال: حبل ودادي، يعني طبعا مفعول به وفعله محذوف، جواز تقديره أبرمت. فهو أطلق الأول الفعل أبرم بمعنى الإملال، ولكنه هو يعني حمله أو غير مساره إلى معنى آخر إيجابي، اللي هو ماذا؟ أحكمت يعني حبل ودادي. واضح المسألة ولا؟ أي؟ لحظة، قال: ويقول له: إنك ثقلت كاهلي مما أغدقت علي من نعم. ومثل ذلك يقال في البيت. أي؟ وهذا النوع من البديع يسمى أسلوب الحكيم. القاعدة: أسلوب الحكيم تلقي المخاطب بغير ما يترقبه. تلقي المخاطب بغير ما يترقبه. عملت لنا العملة نتاع جماعة تيليكوم وجماعة تنزيل، مخاطبكم مشغول بمكالمة أخرى، وهي مخاطبكم مش مخاطبه. اسم مفعول. أي
كيفاش قلت بنت فتحي؟ بغير ما يترقبه، اما بترك سؤاله والاجابه عن سؤال لم يساله، واما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد، اشاره الى انه كان ينبغي له ان يسال عن هذا السؤال او يقصد هذا المعنى. نعم، هذا يتسمى ماذا؟ اسلوب اسلوب الحكي. هذا والله والله اعلم. هذا اخر درس يعني في علم البديع، موجود يعني ربما بعض الامور او المسائل الاخرى، لكن هنا اكتفي بهذا القدر. وعنا اللي موجود من بعد في الكتاب هي تمارين وموجود يعني اصلاحها. طيب هذا والله اعلم، نسال الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا، ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما. ونسأل الله تعالى أن يرحم المصنفين رحمة واسعة وأن يجزيهم عنا كل خير. هذا والله أعلم. كان فما سؤال ولا نختم؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.